ومساء عامر بالمحبة لكم مشاهدينا جميعا، أهلا بكم في متابعة ثالثة في حلقة الليلة من برنامجكم من عمان، حيث أعلن مجلس البحث العلمي عن فتح باب الترشح للمشاركة في اجتماعات منظمة لينداو 69 لحملة جائزة نوبل والمخصصة هذا العام لعلوم الفيزياء المقرر انعقادها شهر يونيو لعام 2019. تفاصيل إن شاء الله مختلفة عن هذه المشاركة برفقة دكتور عبيد بن محمد السعيدي مدير البرامج البحثية بمجلس البحث العلمي. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا سلامين. نرحب أيضا مشاهدينا بدكتور هيثم بن هلال المحروقي مشارك في اجتماعات منظمة لينداو لعام 2018. أهلا بك دكتور هيثم وحياك الله في برنامج من عمان. دكتور، قبل أن نتحدث عن الاجتماع بشكل عام أو محاور هذا العام ومجالاته، نقرب المشاهد من اجتماعات لينداو، نبذة عن هذه الاجتماعات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد بداية نقدم لكم جزيل الشكر على الاستضافة لتسليط الضوء على أحد أهم المحافل العلمية العالمية التي يعقد سنويا في جزيرة لينداو بألمانيا. منذ عام 1951 يتم سنويا استقطاب ما بين 30 إلى 40 فائز بجائزة نوبل في أحد مجالات الجائزة للقاء الباحثين الناشئين من الشباب من أكثر من 65 دولة. عدد الباحثين الشباب عادة الذين يشاركون في مثل هذه الاجتماعات يتجاوز 600 باحث ناشئ سنويا. نعم. الغرض من الاجتماع طبعا هو تبادل الأفكار والتباحث وتحفيز الباحثين الشباب لبذل المزيد من العطاء في مجالات بحوثهم. نعم. سعيا من مجلس البحث العلمي في نقل المعرفة وتحفيز الشباب العماني وصقل مواهبهم البحثية، أبرم المجلس اتفاقية شراكة أكاديمية مع المؤسسة القائمة على هذه الاجتماعات في عام 2015. نعم. وبموجب هذه الاتفاقية أصبح مجلس البحث العلمي شريك أكاديمي لهذه الاجتماعات. السؤال هنا دكتور، نعم، لماذا تحرصون على المشاركة في هذه الاجتماعات في لينداو؟ حقيقة نحرص أول شيء بداية على تحفيز الشباب العماني ونقل المعرفة لهم وصقل مواهبهم وتحفيزهم لبذل المزيد من العطاء من خلال التعايش مع الباحثين مع الفائزين بجائزة نوبل. نعم. ومعرفة طبيعة حياتهم سواء من الجوانب المهنية أو من الجوانب العملية. جميل. اليوم معنا في الاستوديو نموذج من النماذج. نعم. الشابة المشاركة في اجتماعات لينداو العام الفائت، هيثم أو دكتور هيثم المحروقي، نتحدث عن تجربتك في البداية في هذا الاجتماع. حقيقة الدكتور عبيد ذكر تجربة الحضور هذا الاجتماع تجربة لا توصف حقيقة. التقرب من أو أول شيء الاختلاط بنخبة مميزة من الباحثين من كل أرجاء العالم. نعم. يحضر هذا الاجتماع، حضر هذا الاجتماع السنة هذه 600 مشارك بحضور 42 من الفائزين بجائزة نوبل. تقرب من هذه الشخصيات المميزة يجعلك تفكري أكثر وأكثر أيضا في 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 شخصي في شخصيتك أنت كباحثة. أيضا التعرف على مهاراتهم والتعرف عنهم عن قرب عن شخصياتهم. ذكرت يمكن أنا في المرات الماضية هؤلاء الأشخاص ليسوا بالعباقرة. نعم. وليسوا عندهم ما يمتلكوا قوة خارقة، بالعكس هم ناس يهتموا صبورين ويهتموا بمجالهم وأيضا. جميل. عملهم دؤوب في هذا المجال. جميل. فتقرب من هذه النخبة حقيقة هذه كانت الاستفادة الكبيرة. صحيح، هذا بحد ذاته استفادة وفائدة بالنسبة لكم كباحثين شباب. دكتور، أعلنتم عن فتح باب التسجيل، نقرب المشاهدين من الشروط الواجب توافرها المتقدمين الذين يريدون المنافسة للمشاركة في هذه الاجتماعات بإذن الله تعالى. قبل ما أنسى، باب التسجيل مفتوح لحد 25 أكتوبر من هذا العام. 25 أكتوبر. طبعا بما أن الاجتماع هذا العام عام 2019 مخصص في مجال الفيزياء، فبطبيعة الحال الشخص الذي يرغب بالمشاركة الباحث الناشئ يجب أن يكون متخصص في مجال الفيزياء ومتميز في أدائه الأكاديمي من حيث البحوث ومن حيث النتائج العلمية التي حصل عليها.
كل المناشط والفعاليات الاجتماع تعقد باللغة الإنجليزية، فضروري أن يكون المتقدم مجيدا إجادة تامة للغة الإنجليزية حتى يتمكن من المشاركة بفاعلية في الاجتماع. لا يزيد عمر المتقدم عن 35 عام بصفته أنه باحث ناشئ. أحد الشروط أو أهم الشروط اللي أود أؤكد عليها وأذكرها في هذا الجانب، أن يحصل المتقدم على رسالة تزكية قوية، سواء كان من مرشده الأكاديمي أو من أحد العلماء المرموقين في مجال الفيزياء. نعم. حقيقة هذه رسالة التزكية يعول عليها الكثير في الاختيار النهائي للمشاركين. نحن نرشح ولكن لا نملك فرض الاختيار، فرض الاختيار أو الاختيار يتم نهائيا من قبل لجنة علمية في ألمانيا تختار من كل دول العالم. نعم. فنتمنى أن الباحث الذي يتقدم أن يحصل على رسالة تزكية قوية. طبعا لا يسبق لهذا الباحث الناشئ المشاركة في اجتماعات لنداو سابقا، لأن الفرصة تتاح مرة واحدة فقط في عمر الباحث الناشئ. التقديم يتم إلكترونيا على موقع المجلس، وحسب التقديم حسب المستندات المطلوبة طبعا. وأود أن أؤكد هنا أنه لن ينظر في أي طلبات تقدم متأخرة عن الموعد المحدد. نعم، بعد 25 أكتوبر. نعم بإذن الله تعالى. المجال هذا العام علوم الفيزياء أو علم الفيزياء. نعم. بشكل عام دكتور هيثم، بالنسبة لمشاركتك العام الفائت، مجال مشاركتك، قربنا من مشاركتك في هذه الاجتماعات. طبعا اجتماعات ليندا ولحمل جائزة نوبل يختاروا الباحثين الناشئين اللي عندهم خلينا نقول باع في المجال البحث العلمي، اللي عندهم سيرة ذاتية مميزة. مثل ما قال الدكتور عبيد، هم عندهم لجنة تنقيح لكل المشاركين، ومن ثم يختاروا من هؤلاء طبعا المترشحين. في هذا الاجتماع تتاح الفرصة لعرض بحثك أنت كمشارك. جميل. والتعرف على الأبحاث الأخرى من ضمن المشاركين الآخرين، وأيضا التعرف عن الأبحاث اللي حصلت على جائزة نوبل من الفائزين بجائزة نوبل. موضوع بحثك كان متمثل فيه؟ موضوع بحثي كان متمثل في تشخيص القرنية المخروطية في المجتمع العماني. القرنية المخروطية مرض يصيب القرنية، وهو مرض منتشر عند العمانيين، وسلط الضوء على كيفية تشخيص هذا المرض في وقت مبكر حتى لا يتفاقم يعني المرض ويصل إلى حد زراعة القرنية. نعم دكتور عبيد، ذكر دكتور هيثم بأنه في هذه الاجتماعات عادة يتم استعراض بحوث من قبل المشاركين الناشئين الشباب، وأيضا استعراض بحوث حاصلة على جوائز نوبل كما ذكر دكتور هيثم. بالإضافة إلى هذا، نتقرب من فعاليات هذه الاجتماعات، على هامش هذه الاجتماعات، قربنا من صورة هذه الاجتماعات. مدة الاجتماع عادة تكون 5 أيام، وتكون حافلة بالمناشط والفعاليات العلمية وبعض الفعاليات الترفيهية أيضا. جميل. من بينها مثل ما تفضل زميلي الدكتور هيثم، في محاضرات يقدمها الفائزون بجائزة نوبل، وعادة المحاضرات هذه تكون تفاعلية بين المقدم الفائز بجائزة نوبل والباحثين الناشئين. جميل. يستعرض الفائز بجائزة نوبل من خلالها أهم القضايا البحثية الحالية التي تحتاج تركيز عليها، وأيضا بحوثه التي نتج عنها فوزه بجائزة نوبل. هناك أيضا الجلسات النقاشية والحوارية، وهي جلسات ودية يمكن للباحثين الناشئين من سؤال الفائز بجائزة نوبل عن أي مجال، سواء عن حياته الشخصية أو عن حياته المهنية. هناك أيضا وذكرها أيضا الدكتور هيثم، الماستر كلاسز أو ما يعرف بالدروس المكثفة، وهذه حقيقة تعطى للنخبة. جميل. من المشاركين، بحيث يقوم الباحث الناشئ بعرض بحوثه على أحد المتخصصين في المجال، يتم النقاش بينه وبين هذا الفائز، ومن ثم تعرض هذه النتائج على مجموعة أكبر من الفائزين بجائزة نوبل وعلى الباحثين الشباب. جميل. لطبعا أخذ التوجيه والتغذية الراجع. نعم. وهناك أيضا طبعا مناشط ترفيهية أخرى. جميل. أنا أختم هذا الحديث بكلمة
من الدكتور هيثم للشباب العماني الراغب في المشاركة. ذكرت أن هناك من يتردد في المشاركة في هذه الاجتماعات الدولية نظرا لقوة المنافسة، أحيانا عدم الإيمان بالقدرات المحلية. كلمتك للشباب دكتور. أنا أنصح أي شخص عنده فقط حب للمشاركة، عنده إرادة، عنده بس عزيمة، يقدم. احنا في العادة نقلل من أنفسنا، ومثل ما قلت كل الحضور حقيقة ما يملكوا هذه القدرات الخارقة، بالعكس كانوا ناس عاديين بس عملهم دؤوب، وما ينقصنا احنا كعمانيين. صحيح. اي واحد عنده إرادة ولو بسيطة يقدم للمشاركة. والعماني أثبت قدرته في مسابقات يعني مختلفة دولية، حتى في مجال البحث العلمي نجد أن العماني يتصدر في كثير من الأحيان على المستوى العربي والإقليمي. شكرا على وجودكم اليوم في برنامج من عمان. شكرا دكتور عبيد بن محمد السعيدي مدير البرامج البحثية بمجلس البحث العلمي. شكرا دكتور. عفوا، بارك الله فيك. الشكر موصول أيضا للدكتور هيثم المحروقي مشارك في اجتماع منظمة لينداو لعام 2018. سعدنا بك دكتور. شكرا جزيلا، بارك الله. نتواصل معكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل إلى محطة أخرى، ابقوا معنا.